السلام عليكم. طبيب خرج من غرفة العمليات وهو يبكي بشدة، ولما عرفوا السبب كانت المفاجأة. ولكن فضلا قبل أن نبدأ اخبط لايك واشترك في القناة ويلا بنا نبدأ. دخل جراح إلى المستشفى بعد أن تم استدعاءه على عجل لإجراء عملية فورية لأحد المرضى. لبى النداء بأسرع ما يمكن وحضر إلى المستشفى وبدل ثيابه واغتسل استعدادا لإجراء العملية. قبل أن يدخل إلى غرفة العمليات وجد والد المريض يزرع الممر جيئة وذهابا وعلامات الغضب بادية على وجهه، وما أن رأى الطبيب حتى صرخ في وجهه قائلا: لماذا كل هذا التأخير يا دكتور؟ ألا تدرك أن حياة ابني في خطر؟ أليس لديك أي إحساس بالمسؤولية؟ ابتسم الطبيب برفق وقال: أنا آسف يا أخي، فلم أكن في المستشفى وقد حضرت حاليا بعدما تلقيت النداء وبأسرع ما يمكنني، والآن أرجو أن تهدأ وتدعني أقوم بعملي وكون على ثقة أن ابنك سيكون في رعاية الله وأيد آمينة. لم تهدأ ثورة الأب وقال للطبيب: أهدأ، ما أبردك يا أخي لو كانت حياة ابنك على المحك، هل كنت ستهدأ؟ سامحك الله، ماذا لو مات ولدك، ما ستفعل؟ ابتسم الطبيب وقال: أقول قوله تعالى: الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. وهل للمؤمن غيرها؟ يا أخي الطبيب لا يطيل عمرا ولا يقصرها، والأعمار بيد الله ونحن سنبذل كل جهدنا لإنقاذه، ولكن الوضع خطير جدا، وإن حصل شيئا فيجب أن تقول إنا لله وإنا إليه راجعون. اتق الله واذهب إلى مصلى المستشفى وصلي وادع الله أن ينجي ولدك. هز الأب كتفه ساخرا وقال: ما أسهل الموعظة عندما تمس شخصا آخر لا يمت لك بصلة. دخل الطبيب إلى غرفة العمليات واستغرقت العملية عدة ساعات. خرج بعدها الطبيب على عجل وقال لوالد المريض: أبشر يا أخي، فقد نجحت العملية تماما والحمد لله، وسيكون ابنك بخير. والآن اعذرني، فيجب أن أسرع بالذهاب فورا وستشرح لك الممرضة الحالة بالتفصيل. حاول الأب أن يوجه للطبيب أسئلة أخرى ولكنه انصرف على عجل. انتظر الأب دقائق حتى خرج ابنه من غرفة العمليات ومعه الممرضة، فقال لها الأب: ما بال هذا الطبيب المغرور؟ لم ينتظر دقائق حتى أسأله عن تفاصيل حالة ولدي. فجأة أجهشت الممرضة بالبكاء وقالت له: لقد توفي ابن الدكتور يوم أمس على إثر حادثة، وقد كان يستعد لمراسم الدفن عندما اتصلنا به للحضور فورا لأن ليس لدينا جراح غيره، وها هو قد ذهب مسرعا لمراسم الدفن وهو قد ترك حزنه على ولده كي ينقذ حياة ولدك. كم واحد في حياتنا بيتألم زي الدكتور ومش بيتكلم؟ احنا أبعد ما يكون عن تقدير الآخرين ومسامحتهم، وقد إيه بيحصل مشاكل كتير بسبب تسرعنا وحكمنا على الموقف الفلاني، وفي الحقيقة الصورة غالبا ما بتكونش واصلة لينا كاملة. اعطي لنفسك الفرصة إنها تسامح الآخرين ومساحة لحسن الظن بالناس علشان تقدر تعذر وتقدر. فنسأل الله أن يفرج عن كل القلوب اللي تتألم ولا تتكلم. Thank you.